أهلا بكم مشاهدينا، نواصل تغطيتنا الحية والمباشرة للصراع المسلح في السودان الذي يعيش حقبة مظلمة ويجعل السودانيين أمام مفترق طرق. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه التغطية المباشرة لتطورات القتال في السودان، وما زالت دول العالم تتسابق بل تسابق الزمن لإجلاء رعاياها، وهدوء حذر يسود عاصمة الخرطوم يتخلله اشتباكات متقطعة بين الجيش والدعم السريع داخل العاصمة وخارجها، وعدد الضحايا من المدنيين تقترب من 300 قتيل، وكارثة صحية تضرب البلاد حيث خرجت نحو 70% من المستشفيات عن الخدمة جراء القصف، واشتباكات متقطعة بين الجنرالين البرهان وحميتي، بينما تبادل الاتهامات لم ينقطع. الدعم السريع إذن مشاهدينا يقول إن خطة مشبوهة يجري تنفيذها بعمليات سلب ونهب وإلصاق التهمة بعناصره، ويؤكد مواصلة تأمين عمليات إجلاء الرعايا الأجانب وتسهيل عبور المواطنين لمناطق آمنة. كما أظهرت صور متداولة مشاهد لأعمدة دخان تتصاعد من مطار الخرطوم إثر الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وفي آخر تطورات إجلاء الدول لرعاياها من السودان، نشاهد مشاهدين هذه الصور لعبور عدد من شاحنات الإجلاء إلى الأراضي المصرية، وتشهد الحدود المصرية السودانية استنفارا أمنيا وفقا لمراسل العربية، حيث وصلت دفعة جديدة من الحافلات التي نراها الآن على الشاشة لإنهاء الإجراءات لدخول الأراضي المصرية. مراسل العربية أيضا مشاهدين أفاد بأنه من المنتظر وصول عدد من حافلات الإجلاء خلال الساعات المقبلة. ومع استمرار القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، تواصل الحكومة الفرنسية عمليات إجلاء رعاياها والدبلوماسيين من السودان. فرنسا كررت دعوتها لوضع حد للقتال والعودة إلى المحادثات السياسية بين طرفي الصراع، مؤكدة أنها لا تزال على اتصال وثيق بشركائها حول تطورات الوضع في السودان. قبل ذلك وصلت أول طائرة للقوات الجوية الألمانية إلى برلين على متنها أكثر من 100 شخص تم إجلاؤهم من السودان، ليصل عدد الذين نقلهم الجيش الألماني إلى 313 شخصا حتى الآن بحسب ما ذكره مصدر عسكري. ونقلت الطائرة وهي من طراز إيرباص A321، نقلت هؤلاء الأشخاص من قاعدة الأزرق الأردنية التي يستخدمها الجيش الألماني كمركز لعملية الإجلاء إلى برلين. في السياق ذاته، قرر البرلمان السويدي إرسال 400 جندي إلى السودان للمساعدة في إجلاء السويديين من هناك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السويدية. ورفضت الناطقة باسم القوات المسلحة السويدية التعليق على موعد تنفيذ العملية، إلا أنها أكدت على أن الوضع الأمني في السودان خطير للغاية ويستوجب المتابعة عن كثب. بدوره أكد وزير الدفاع السويدي بال جونسون، أكد أن القوات المسلحة عملت بجهد مكثف على هذه القضية ولديها مستوى عال من الجاهزية لإجلاء الرعاية. في تصريحات للعربية، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل للعربية، أكد بأن المجتمع الدولي يضغط على المكونين العسكريين في السودان ويقوم ببذل جهود مشتركة لوقف هذه الحرب وبلوغ تسوية سياسية.
المجتمع الدولي يضغط على الطرفين ويقوم ببذل جهود مشتركة لوقف هذه الحرب وبلوغ تسوية سياسية. لقد كنت أتحدث مع جميع الجيران وجميع الأصدقاء، حتى مع وجود الجنرالين اللذين يقودان القوات. رسالة المجتمع الدولي واحدة: وقف الحرب وإسكات المدافع والبدء في الحوار والبحث عن الحل السياسي، لأنه لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب، وهذا ما نقوم به من خلال إخراج مواطنينا. لست مضطرا للشرح، ما يحدث هناك تراه، أنت تشاهد التلفاز، لذلك يجب أن يخرج مواطنون، ومن المستحيل الاستمرار في العمل كدبلوماسي، لذا فإن أفضل شيء تفعله معهم هو إخراجهم. وشدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أن الكتلة الأوروبية لن تسمح بانفجار السودان، لأن ذلك سيؤثر على المنطقة وسيرسل موجات من الصدمة إلى محيطه. لقد كانت عملية معقدة لكنها ناجحة. موظفو الاتحاد الأوروبي 21 شخصا موجودون بالفعل في أوروبا، والعديد من مواطني الاتحاد الأوروبي خارج السودان بالفعل. لا أستطيع أن أعطيك الرقم الملموس، لكن تقريبا أكثر من 1000 شخص. أود أن أشكر فرنسا على مساهمتها. علينا أن نواصل الضغط من أجل تسوية سياسية. لا يمكننا أن نتحمل أن ينهار السودان، لأنه سيرسل موجات صدمة في جميع أنحاء أفريقيا. ومن لوكسمبورغ مشاهدينا ينضم إلينا مراسل عربي نور الدين الفريضي. أهلا بك نور الدين. وبداية، كيف تسير عملية الإجلاء لرعايا الاتحاد الأوروبي من السودان، وإلى أي مرحلة وصلت هذه الجهود؟ يبدو أنها تسير بصفة آمنة حسب ما صرح الوزراء، منهم مسؤول السياسة الخارجية جوزيف بوريل. السفير الأوروبي، سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، غادر العاصمة السودانية، لكنه لا يزال موجودا في السودان، حيث يتابع من ناحية أوضاع الرعايا الأوروبيين الذين لم يتمكن الأوروبيون بعد أو الدول الأوروبية من إجلائهم بعد، وهم ربما بعض المئات ولكن بالعشرات بالأكيد. ولكن أيضا السفير الأوروبي كان اطلع بدور سياسي نشط خلال مرحلة الحوارات الكثيرة بين القوى السودانية، بين القوى السياسية في السودان والقوات المسلحة أو المجموعات المسلحة الأخرى. وجوده في مكان ما في السودان ربما يترك الأمر أو يجعل يحافظ على هذه القناة الحيوية بالنسبة من الناحية الدبلوماسية للتواصل مع أطراف النزاع، حيث أكد قبل حين وزير خارجية فنلندا هيكو بيكو هافيستا، وهو رجل يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع النزاعات في السودان ومع النزاعات في القرن الأفريقي بشكل عام، بيكو هافيستا قال أن على الاتحاد الأوروبي أن يظل متواجدا وأن يقوم بدوره على الصعيد السياسي، أولا لإقناع الطرفين بوقف إطلاق النار، وثانيا للمحاولة في إيجاد حل سياسي بالتعاون مع الأمم المتحدة. قال بيكو هافيستا أيضا إذا لم يتوقف النزاع في السودان فإنه سيتسع على الدول الأخرى وسيدفع بموجات هجرة كبيرة نحو الدول المجاورة وما ورائها. قال إن خروج الرعايا الأجانب سيترك الفراغ لمجموعات فاغنر وروسيا، وعلى الاتحاد الأوروبي المواصلة والاحتفاظ بوجوده السياسي في السودان رغم الظروف الطارئة. ربما كان هذا التصريح المعلن شيئا قليلا من ما يقال في هذه الساعة داخل قاعة الاجتماع. هناك طبعا هذا الحرص الشديد على إجلاء الرعايا الأجانب، وهم والعملية متواصلة. بالنسبة لوزيرة الخارجية البلجيكية قالت على سبيل المثال أن 8 فقط من البلجيكيين تم إجلاؤهم في غضون اليومين، وأن 30 بلجيكيا لا يزالون في السودان. من بين الذين تم إجلاؤهم مسؤول في بعثة الاتحاد الأوروبي عن الشؤون الإنسانية، وقد أصيب هذا المواطن البلجيكي أو الدبلوماسي الأوروبي الذي يحمل الجنسية البلجيكية. فالعملية متواصلة، ولكن أغلب يعني هذه نقطة كانت السؤال التالي نور الدين، يعني حول ما إذا رصد هناك حالات صحية معينة لهؤلاء الرعاية، هل هناك اعتداءات، هل هناك إصابات؟ عدا ما حدث للبعثة الفرنسية التي أيضا تعرضت لاعتداء بحسب المعلومات الواردة من هناك في السودان. صحيح.
صحيح. وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة الحبيب قالت الآتي، قالت تم إجلاء 8 بلجيكيين في غضون البارحة بمساعدة فرنسا وهولندا. قالت أيضا من بين هؤلاء دبلوماسي أوروبي يحمل الجنسية البلجيكية مسؤول عن السياسة عن الشؤون الإنسانية، أصيب في السودان، بمعنى أنه أصيب قبل أيام خلال الاعتداء الذي استهدف بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم. لكن معلوم أيضا أن عدد من الرعايا الأوروبيين تعرضوا لعمليات سطو أو عمليات محاولة النهب أو الاعتداء لافتكاك بعض الممتلكات، مثل ما أصيب المواطن الفرنسي أمس خلال عمليات نقل الرعاية داخل الخرطوم، لأن هناك نقاط وخطوط مواجهة عدة لمجموعات مسلحة متفرقة في الخرطوم خارجة عن القانون، تقوم بالاعتداءات وحاولت في مرات عدة الاعتداء على قوافل الدبلوماسيين والرعاية الأوروبيين. هذا ما جعل الدبلوماسيين والمسؤولين يصفون هذه العملية بأنها معقدة، لأن مسألة التفاوض لانتقال هذه القوافل في الميدان عملية صعبة جدا، خاصة أحيانا لا يوجد مع من يتفاوض المسؤول الدبلوماسي أو الدبلوماسي الأوروبي أو العسكري الأوروبي الذي كان يحمل ربما زيا مدنيا. عمليا أيضا خارج شمال أم درمان توجد القاعدة العسكرية وادي سيدنا، القاعدة العسكرية وادي سيدنا بها مهبط للطائرات، مهبط آمن للطائرات. هناك رابطت العشرات من القوات الخاصة لدول أوروبية، وهي التي أشرفت على عملية إجلاء الرعاية الأوروبيين نحو القاعدة العسكرية في الفرنسية في جيبوتي أو القاعدة الأمريكية في جيبوتي، ومن هناك إلى قواعد أخرى ومطارات أخرى في المنطقة مثل مطار عمان في الأردن. طيب، ما أكثر ما يقلق الأوروبيين نور الدين مما يحدث في السودان حاليا؟ هل القلق من الهجرة غير الشرعية، من موجات النزوح، هل القلق من انتشار بؤر إرهابية في المنطقة عطفا على الهشاشة الأمنية الحاصلة حاليا؟ يعني هناك أولا أحمد إذا سمحت لي، هناك خوف على السودانيين أنفسهم من هذه الحرب التي دمرت إلى حد الآن جزء من النسيج السياسي وجزء من ما أنجزته المحاولات الحوار والحوارات السياسية بين السودانيين أنفسهم. وزير الخارجية الفنلندي تحدث اليوم عن أن المدنيين في السودان يعانون الأمرين، وأن هناك حاجة ماسة وحاجة ملحة لتقديم المساعدات الإنسانية في هذه اللحظات والساعات التي نتحدث فيها عن الأزمة السودانية. ولكن أيضا الخوف هو من أن ينتشر النزاع داخل السودان. لماذا؟ لأن القوات المسلحة السودانية طبعا لها قدراتها في المدن والأقاليم وقليم وولايات السودان، ولكن أيضا قوات الدعم السريع لها إمكاناتها العسكرية الكبيرة جدا في المدن الأخرى والأقاليم والأرياف، وخاصة في منطقة دارفور. فإذا خرج النزاع عن السيطرة خارج الخرطوم وطال المدن الأخرى، فهنا الخوف على السودانيين والخوف على المنطقة، وهذا ما تحدث عنه جوزيف بوريل، تحدثت عنه وزيرة الخارجية البلجيكية، تحدث عنه وزير الخارجية الفنلندي صباح اليوم، وهو موضوع مشاورات مكثفة بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة أيضا، لأن الخوف من الهجرات، من هجرات اللاجئين والهجرات المكثفة نحو الساحل الأفريقي اللي هي منطقة هشة جدا على الصعيد الأمني وبالنسبة لاستقرارها، وطبعا تأثيرات مباشرة أيضا على شمال أفريقيا. هناك خوف من أن تتحول السودان إلى ليبيا أخرى، بمعنى أن تقسم البلاد بين قوتين عسكريتين، الحال في ليبيا بين شمال وغرب البلاد، وهنا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. زائد أن السودان يتميز بمكوناته طبعا القبلية ومكوناته السياسية الأخرى، وهي هناك العديد من المجموعات المسلحة، لذلك فالحالة يعني الحاجة ملحة جدا للضغط وانتزاع وقف إطلاق النار، دعني نقول بأي ثمن سياسي في هذه المرحلة حتى لا تخرج الأوضاع عن السيطرة. أحمد، نعم، إذا سنكتفي بهذا القدر. شكرا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل من لوكسمبورغ. كنت معنا مراسل عربية نور الدين الفريضي. تحياتي نور الدين.
مشاهدينا من لندن ينضم إلينا الكاتب الصحفي السوداني الطيب الزين. أهلا بك سيد الطيب معنا في هذه الساعة من التغطية. هل من الدقة بمكان أن توصف هذه الأزمة بأنها الأسوأ في تاريخ السودان؟ وهل كان ما حدث حتى الآن متوقع بالنسبة إليك عطفا على ما رشح من مؤشرات ومن معطيات في الفترة الماضية؟ بداية أرحب بك وأرحب بالمستمعين ومشاهدي قناة العربية. فيما يتعلق بسؤالك حول الأزمة الحالية، أعتقد أو يعني مؤمن قاطعا وجازما أن هذه الأزمة التي تمر بها البلاد هي الأسوأ في تاريخ السودان، لكنها ليست يعني غريبة علينا. إذا ما عدنا إلى بتاريخ السودان إلى الوراء ثلاث عقود، نجد أن الجماعات الإسلام السياسي سطت على السلطة في السودان في 89، ومن ثم مارست خرابا وتدميرا للدولة السودانية بكل مؤسساتها، وأيضا نشرت مفاهيم التخلف والجهل والجهوية والعنصرية. ولذلك الآن نحن نحصد حصاد هذه السنين المرة أو السنين المظلمة. فهذا بالنسبة للسودانيين أو المتابعين للوضع السياسي، فأنا بفكر هي نتيجة طبيعية للمآلات التي أخذنا إليها الإسلاميين في 89، والآن الشعب السوداني يدفع الثمن. صح نحن الآن في قمة الجبل، ولكن بإرادة شعبنا الذي أزاح عمر البشير والآن أيضا يقاوم بكل ما يستطيع من أجل التخلص من بقايا دولة الإسلاميين أو الإرهابيين بشكل صحيح، لأن هذه المعركة هي ليست معركة الشعب السوداني وليست معركة الجيش السوداني، وإنما هي معركة الجماعات الظلامية التي فقدت السلطة وفقدت الثروة. طيب ولكن طيب هناك من يختلف معك يعني في هذا الطرح الذي تفضلت به، يعني هناك من يرى أن تعليق هذه الأزمات المتلاحقة في السودان على الفلول النظام السابق أو النظام السابق هي مجرد شماعة لتعليق أسباب فشل في العملية السياسية الحالية، وأن 4 سنين كافية منذ الثورة وحتى الآن لرسم خريطة جديدة لمستقبل البلاد. ما رأيك؟ وهذا ما حدث بالفعل، أنه الشعب السوداني استطاع أن ينجز بعون ومساعدة الأشقاء في المحيط الإقليمي، بالذات الأشقاء في السعودية والأمارات وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أنجزوا يعني من خلال الرباعية ساعدوا السودانيين نحو أن يصلوا إلى اتفاق سياسي. بالفعل هذا قد تم، وكان يسمى الاتفاق الإطاري. القوى المدنية يعني اتفقت يعني من حيث الرؤية السياسية للمستقبل، وتبقى الجزء المتعلق بالشق العسكري، وهنا تدخل الإسلاميين عبر وجودهم في المؤسسة العسكرية وعبر فلولهم الموجودين في الساحة، وأججوا الحرب في لحظة الشعب السوداني كله كان يتوقع أن تطفي العملية السياسية إلى سلام وإلى استقرار، وتفتح أبواب المستقبل أمام الشعب السوداني ليعبر من الظلام إلى حيث النور. لكن هذه الجماعات استبغت هذه العملية وأدخلت البلاد في هذا المستنقع. طيب إذا كانت هذه الجماعات هي السبب فيما آلت إليها أوضاع السودان الآن كما تفضلت، يعني كيف يمكن أن تخدم الأوضاع الحالية مصالح هذه الجماعات؟ نعم الآن يعني ربما يعني تتابعون يعني العمليات التي تمت في سجن الهدى وفي سجن كوبر، كلها الهدف منها إخراج رؤساء هذه الجماعات، يعني بدءا من عمر البشير وحاشيته الفاسدة التي كانت تقبح في السجون وكانت تنتظر المحاكمات. فهذه الجماعات حينما افتعلت هذه المعركة الخاسرة، المعركة الخائبة، من أجل أن تعيس الخراب والدمار في البلد حتى تنفذ بجلدها وتعيس الفوضى. ولذلك نحن الآن كما قلت لك نتطلع إلى أشقاؤنا في محيطنا العربي والإفريقي والمجتمع الدولي أن يطلعوا بدورهم الإنساني، بدورهم الأخلاقي في مساعدة الشعب السوداني للتغلب على هذه الجماعة، لأن هذه الجماعة إذا ما سيطرت على السودان ستنشر الدمار والخراب، وكل دول المنطقة لن تنعم بالاستقرار، سنعود إلى سنوات الظلام، سنوات القهر والاستبداد. طيب. ولعلكم متابعون لما حدث في السودان خلال الثلاث عقود الماضية.
طيب، عمليات الإجلال للرعايا الأجانب التي تمضي على قدم وساق حاليا في السودان، ما الذي يمكن أن نستشفه منها على صعيد مستقبل هذه الأزمة في البلاد؟ هل هي مؤشر في تقديرك على انتقال هذه المواجهات إلى مرحلة جديدة قد تكون أكثر عنفا؟ أنا يعني أتمنى إنه كل الرعايا الموجودين في السودان يخرجوا من السودان بسلام، لكن أيضا يعني أقلق على أبناء شعبي وعلى وطني وعلى بلادي من ما ينتظرها من 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 فترة مظلمة، لأنه الآن إذا ما خرج الدبلوماسيين أو الرعايا الدول الأخرى من السودان فالمسألة تبقى مفتوحة لهذه الجماعات أن تمارس العبث بلا مراقبة، بلا يعني جهات تراقب الأوضاع. ولذلك يعني أنا أتمنى إنه على المجتمع الدولي في محيطنا العربي والإفريقي إنهم يبذلوا قصارى جهدهم للتغلب على هذه الجماعة وفرض يعني قطاع جوي لكبح جماع هذه القوة بقيادة البرهان وفلول النظام السابق حتى يجبروهم على السلام، لأنه لا يوجد مخرج سوى الحوار، سوى طاولة الحوار. يعني لا يوجد حل عسكري في كل التجارب التاريخ البشري، سواء في الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، حتى الحروب الإقليمية كلها انتهت إلى طاولة المفاوضات. فنحن ليس من مصلحتنا أن ندخل في حرب، ولا يعني دول المنطقة في الجوار لها مصلحة في هذه الفوضى. فعلى كل هذه الدول سواء كان في المحيط العربي أو الإفريقي أو الدول في أوروبا أو في أمريكا أو في مجلس الأمن أو المتحدة عليها أن تبذل، وبإمكانها والقانون الدولي يعطيها الحق في أنها تتدخل. طيب، الطرفان الآن بحسب ما يصرحان به في وسائل الإعلام هم مصران تماما على استمرارهما في استخدام المقاربة العسكرية لحل هذه الأزمة وضرورة الحسم العسكري، لكن ما هي النقطة في تقديرك التي يمكن عندها أن يقتنع الطرفان بضرورة اللجوء إلى طاولة الحوار؟ أنا لا أعتقد أن الجماعة الحالية، يعني أنا أنت استمعت لخطابات القوات الدعم السريع واستمعت لخطابات البرهان وجماعته، الدعم السريع يقول أنه له يعني ليست له مصلحة وليست له أجندة خفية، هو يريد أن يحدث يعني انتقال يعني السلطة للمدنيين، بينما البرهان وخلفه الجماعات الإسلامية تريد أن تعطل هذا المسار، ولذلك هي ليست من مصلحتها أن يكون هناك سلام. فالآن الأمور يعني يجب أن تؤخذ بهذا الفهم، إنه يجب أن يمارس ضغط على هذه الجماعة الأخرى حتى تفي إلى الحق يعني وتستجيب يعني. فإذا لم يحدث تدخل وإذا لم يحدث ضغط من المجتمع الدولي هي هؤلاء الجماعات لن يعني يستجيبوا للمصلحة الوطنية. أيضا أنا أطالب الضباط والجيش السوداني الوطنيين فيه أن يعزلوا البرهان وهذه الجماعة من 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 المشهد العسكري حتى يفرض عليهم والواقع إنه هذه إرادة الشعب السوداني. الشعب السوداني مع السلام، مع الاستقرار، مع الانفتاح على بعضنا البعض، لأنه لا يمكن. يعني هل المشكلة في البرهان بذاته؟ يعني هل المشكلة هي مشكلة في شخص بذاته؟ نعم، هذا هو يعني أي توصيف آخر أنا بعتقد هو تزييف الواقع. المشكلة في الأساس هي من البرهان. البرهان عنده طموحات إنه يحكم السودان بأي كان، وحتى قالها للرأي العام، قال أن أبيه كان يحلم بأنه يصير رئيسا، ولذلك هو يعمل بهذه الأكذوب الكبرى. طيب، ماذا عن قائد الدعم السريع محمد حمدان حميتي؟ محمد حمدان، أنا لا أدافع عن محمد حمدان، لكن أنا أحاول أقدم توصيف للواقع كما هو. الآن إذا المجتمع الدولي مارس ضغط على البرهان وعلى الجماعات التي خلفه، نستطيع أن ننتقل من مربع الحرب إلى مربع التفاوض والسلام، ومن ثم التحول المدني الديمقراطي الذي ينشده الشعب السوداني، ولظلنا نناضل أجله 3 عقود. طيب سيد، طيب يعني في زاوية أخرى، يعني الهدنة الحالية هي الأفضل نسبيا من حيث الالتزام بها من قبل الطرفين مقارنة بالهدن السابقة التي انهارت منذ ساعاتها الأول. هل يعود ذلك إلى حرص الطرفين على إجلاء الرعايا الأجانب دون تعقيدات من السودان، أم أن هناك أسبابا أخرى في تقديرك؟ أنا لا يعني هم في نهاية الأهداف، إذا كان هناك أهداف هي أهداف الفوضى زي ما قلت لك وعدم الاستقرار، وليس يعني هناك يعني
مصلحه للشعب السوداني او حتى للطرف الاخر في انه يعني يجعل من الرهائن قضيه او يجعل منهم يعني تواتر او يعني ايا كان. لا، لكن الجماعه الاسلاميه او الجماعه المتطرفه هي تستخدم هذا الامر لمصلحتها. وحتى الاعتداءات التي حصلت خلال الايام الماضيه ضد الرعايا الاجانب كان الهدف منها يعني خلق حاله من الرعب وتهديد امن وسلامه الرعايا. لا ادري سيد الطيب، لو سمحت، لو فهمت سؤالي، يعني انا اتحدث عن الهدنه الحاليه، لماذا نجحت دون عن بقيه الهدنه السابقه؟ الهدنه الان نجحت، هي لم تنجح في الواقع، لكن شعروا بان شعرت الاطراف المعنيه كلها بان مصلحتها في انها تقدم صوره للمجتمع الدولي بانها يعني تتوائم وتحترم القانون وهكذا. ولكن في كل الاحوال يعني هذه يعني مجرد يعني عمليه خداع، لكن الواقع يقول انه هذه الجماعات لن تحافظ على، اذا لم تحافظ على امن السودان، السودانيين لن تحافظ على امن الاجانب، والسودان مقبل على مرحله مظلمه. انا اتمنى، وهذا ما يهمني، صحيح انا اتمنى انه الاجانب يخرجوا من السودان، لكن اهمني مصير امن، مصير البلاد، مصير الشعب السوداني، مصير الوطن. على الشعب السوداني ان يتحد، ان يجيد هذه المؤامره، والمجتمع الدولي عليه ان يساعد الشعب السوداني حتى نحتوي هذه الازمه، بدل من ان يعني تتوسع وتبقى يعني لا نستطيع ان نسيطر عليها. فاتمنى من الشعب السوداني ان يقف وقفه رجل واحد حتى نقضي على هذه المؤامره ونفتح ابواب الامل وامام المستقبل او الشعب السوداني. طيب اود ان اسالك سؤالا اخيرا ربما عن الوضع الميداني في البلاد. الحضور الذي يشكله قائد الدعم السريع على المستوى الإعلامي أو حتى على مستوى الاتصالات مع أطراف دولية إضافة لتحركه بحرية أيضا، هل هي شواهد على أن الرجل ما زال قادرا على فرض نفسه على المشهد وأن الكلمة ليست لدى الجيش فقط كما يروج؟ نعم يعني الآن في الواقع أنه قوات الدعم السريع هي تبسط وجودها في العاصمة، ولم يحدث من جانب هذه القوات رأينا أو سمعنا أو يعني أي جهة دعت أو يعني عبرت عن قلقها من هذه القوات، لأن هذه القوات يعني تم الغدر بها لأنها وقفت إلى جانب تحول الديمقراطي. هذه هي الحقيقة، هؤلاء الناس يعني يريدون أن يخلقوا الفوضى، بمجرد أن دخلوا العاصمة كسروا السجون وعاصوا الفوضى وحاولوا أن يلبسوا هذه الأفعال المجرمة بقوات الدعم السريع، بينما قوات الدعم السريع وكل المواقع التي سيطر عليها لم تعتدي على المواطنين، لم يعني تخرب المصالح العامة للبلد، وإنما حافظت قدر ما استطاعت. ولا نستطيع يعني كائن من كان أن يغير المعادلة ويلقي وجود هذه القوات، هي القوات موجودة والعملية السياسية أنجزها الشعب السوداني. فيبدأ يعني المطلوب الآن هو ممارسة الضغط على البرهان وعلى الجماعة الانقلابية والجماعات الإسلامية التي تحاول أن تعيش الفوضى في البلاد حتى يعني السودان يستقر ويكون دولة قادرة بالاطلاع بوظيفتها تجاه شعبها وتجاه وطنها وتجاه مجتمعها في محيطها الإقليمي والدولي. سنكتفي بهذا القدر، شكرا لك من لندن، كنت معنا الكاتب الصحفي السوداني الطيب الزين، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية صورة لوزير الخارجية أنتوني بلينكين وهو يراقب عملية إجلاء الموظفين وأسرهم من سفارة واشنطن في الخرطوم. وأجلت القوات المسلحة للولايات المتحدة وبريطانيا موظفي سفارتيهما من السودان، بينما سارعت دول أخرى لإيصال مواطنيها إلى بر الأمان مع اندلاع القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع في العاصمة. كما قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور إن الوكالة نشرت فريقا من خبراء التعامل مع الكوارث من أجل تنسيق المساعدات الإنسانية للسودان في ظل استمرار القتال هناك. وقالت باور في بيان إن الفريق سيعمل من كينيا في المرحلة الأولى، وأضافت أن الخبراء سيعملون مع المجتمع الدولي والشركاء لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية وتقديم المساعدات الإنسانية بأمان. وأوضحت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية أن الولايات المتحدة تحشد الجهود لزيادة المساعدات للشعب السوداني المحاصر بين الجانبين المتحاربين، مذكرة بمعاناتهم في ظل نقص الإمدادات الغذائية والأدوية وانقطاع التيار الكهربائي. في سياق آخر مشاهدينا، شددت باور على أن هذا القتال الذي يدور حاليا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسبب في حصد أرواح المئات وقضى مرة أخرى على تطلعات ديمقراطية للشعب السوداني حسب قولها. ثم جددت دعوتها للجانبين المتحاربين للالتزام بهدنة من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسودان في أمان
ودون عوائق. أعلن الرائد حسين هداي عمر عيسى من قوات الدعم السريع ومجموعته المكونة من 125 عربة بكامل العتاد إلى الجيش السوداني، وذلك استجابة لقرار القائد العام للقوات المسلحة. أنا الرائد حسين هداي عمر عيساوي تابع لقوات الدعم السريع، والآن انضميت للقوات المسلحة، وبإقرار القائد العام للقوات المسلحة، ومعاي 125 فرد و25 عربية، وبناشد أخواني في الدعم السريع إسه ينضموا للقوات المسلحة لحقنا للدماء، وأنا بناشد أخواني كلهم في الدعم السريع والجيش ما انضموا، كلهم ينضموا في أقرب وحدة للقوات المسلحة. ونحن متكيفين ذات لقرار السيد الغايب لإرجاع قوات حرس الحدود للقوات المسلحة. مشاهدينا من القاهرة، ينضم إلينا الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية صلاح خليل. أهلا بك سيد صلاح معنا في هذه التغطية. بداية، عمليات استهداف البعثات الدبلوماسية والأجنبية سرعت بشكل أو بآخر من عمليات إجلاء هؤلاء الرعايا من السودان. هل يأتي هذا الاستهداف أو يعود لحالة الهشاشة الأمنية والفوضى القائمة حاليا في البلاد، أم أن هناك أسباب أخرى في تقديرك؟ المجتمع الدولي، نعم هنالك قلق من المجتمع الدولي للرعاياه الموجودة في السودان في ظل الاشتباكات المستمرة للأسبوع الثاني، وأيضا هنالك هي إشارة واضحة بأن القلق من سحب الرعاية أو مخادرة الرعاية للخرطوم يأتي ضمن أن ليس هنالك أفقا لعملية إنهاء هذا الصراع الذي يدخل الأسبوع الثاني، بالرغم من أن هنالك مؤشرات ودلالات تشير بأن الأسبوع الثاني من الصراع تحولت فيه ميزان القوى لصالح الجيش السوداني. لذلك رأينا أن الهدنة التي تمت الأخيرة ربما لم تقل الاشتباكات على محاور عديدة باستثناء بعض جيوب المقاومة الموجودة قريبة من المطار أو القيادة العامة، وأيضا جيوب المقاومة لقوات الدعم السريع الموجودة على مناطق متطرفة في أحياء من الخرطوم بحري، وأيضا في أحياء في غرب أمدرمان أو في مدينة أمدرمان في أحياء نائية وبعيدة. أيضا القلق يأتي نتيجة لأن الأسبوع الثاني يشير أيضا أن هنالك لا أمل لأي التفاوض بين طرفي الصراع بسبب ما حققته الجيش السوداني في استخدام استراتيجية قوية ذات النفس، اعتمدت على ضبط النفس، اعتمدت على أن أقلية المؤسسة العسكرية في محاربة قوات الدعم السريع في حرب الشوارع. بالمقابل قوات الدعم السريع في ظل الهدنة الثالثة تراجعت كثير نسبة لأن العتادها والمعاناة الغذائية التي كانت تستخدمها أصبحت في تنفس، وبالتالي هي أصبحت تعاني أنها سوف تفقد الإتاد العسكري وأيضا سوف تفقد الإتاد الغذائي التي كانت هي تتوقع أن لا تطول هذه الأزمة أو ربما كانت تمتد لأسبوع. طيب، ولكن سيد صلاح قوات الدعم السريع ما زالت صامدة حتى اللحظة رغم هذه الضربات الموجعة التي تلقتها من الجيش، إلى ما يعود ذلك في تقديرك؟ وهل تتوقع أن هذه القوات تتلقى فعلا دعما خارجيا كما أفاد بذلك مسؤولون في الجيش السوداني؟ نعم، قوات الدعم السريع لا زالت تقاتل في بعض المناطق، وده شيء طبيعي جدا لأنها هي انسحبت من كثير من المناطق التي كانت تتمركز فيها، فأصبحت أيضا تستخدم أسلوب التكتيك أو أسلوب التي كانت تتبعه في دارفور في عملية السطو إلى المحلات التجارية. ودعني هنا أشير بعيدا عن ما يتناوله طرفي الصراع حول الدعم السريع، هنالك مجموعة كثير من السودانيين كانوا
كانوا يتصورون من شرفات منازلهم أيضا من الأماكن التي كانت تتواجد فيها الدعم السريع إنها أصبحت ترتكب يعني بعض التجاوزات في حق الممتلكات العامة أو حتى في حق الممتلكات الخاصة. ورأينا كثير يعني بعيدا عن ما يقال من طرفي الصراع ويضعان أن هنالك هذه هي الجماعات الإسلامية أو ذلك، لأن أيضا نشير إلى نقطة مهمة جدا كثير من الطرفي الصراع استخدمانها، وهي موجود جماعة الإسلام السياسي وهي التي قامت بتفريق السجون. هذه هي طبعا غير حقيقية. إحنا رأينا مجموعة من السجناء أيضا مجموعة من الذين خرجوا من السجون وقالوا نحن سوف نسلم أنفسنا متى استتب الأمن في البلاد، وبالتالي إنه أشار بوضوح بأن قوات الدعم السري هي التي من قامت باقتحام السجون وأيضا قامت باغتيال بعض الضباط والقوى الشرطية اللي كانت موجودة، لأن القوى الشرطية والموجودة كانت هي لتأمين السجن فقط، وبالتالي كانت نسبة السيارات التي دخلت السجون. وأنا استمعت إلى شريط فيديو من أحد المجندين في قوات الشرطة السودانية أشار في بوضوح أنهم اضطروا أنه دخلوا إلى المساجين أن يدوهم ملابس تقيرا لأنها نسبة القوى التي هجمت على سجن الهدى قرب أمدرمان. أيضا طيب عفوا المقاطعة سيد صالح، لكن في ظل هذه الفوضى في السجون يعني هل نتوقع أيضا إفراجا عن رموز النظام السابق بما فيهم الرئيس السابق عمر البشير؟ لا أعتقد ذلك، لأن المؤسسة العسكرية كانت تتحسب لمثل هذه الأزمة، وأيضا تحفظت برموز تيار الإسلام السياسي في مناطق مختلفة بعيدا ما يشاع أنها هي في سجن كوبر. في سجن كوبر كما تعلم تم اقتحام من قوات الدعم السري، وبالتالي لم يجدوا قيادات الإسلام السياسي، وهي كانت فكرة اقتحام السجون من قوات الدعم السري هي في إرشاد رسائل إلى السودانيين بأن هذه من أطلق من قام باقتحام السجون هم فلول النظام السابق، ولكن في الواقع هذه هي شماعة تستخدم من قبل ما يدعمون الدعم السريع، وأيضا كانت تستخدم من قبل القوى السياسية التي هي دفعت ودعمت إنه قوات الدعم السريع أن تقوم بهذه المهولة الانقلابية. نقطة أخرى مهمة جدا أيضا الاستراتيجية التي اتبعت من المؤسسة العسكرية وأيضا من الدعم السري كانت تدل بأن الأقلية التي سائدة لقوات الدعم السري خاصة في ظل وجود هيئة العمليات هي جزء من جهاز المخابرات العامة في السودان، هي كانت في زمن الإسلام السياسي أو زمن البشير كانت هي التي تشرف على قوات الدعم السري من تدريب وأيضا من تجهيزات عسكرية، فهي كانت تعرف مكمن القوة والضعف لدى قوات الدعم السري. لذلك اشتراك هيئة العمليات ساهم بدور كبير جدا في إضعاف قوات الدعم السري وأيضا إنهاكها في حرب الشوارع، وأيضا ساهم بدرجة كبيرة جدا سلاح طيران الجو السوداني من خلال الخروج والهروب من داخل الخرطوم بعد أن فشلت المحاولة فتم خصفهم. إذن احنا نتكلم عن معادلة في الأسبوع الثاني ليس فيها أي بادرة لعملية حوار سياسي، وأيضا ليس فيها بادرة أن تكون هنالك تسوية سياسية يكون طيب فيها قائد الدعم السري في داخل المعادلة السياسية السودانية. طيب الصراع اليوم يدور حول مواقع حيوية واستراتيجية، أنت أشرت إليها في بداية حديثك أيضا. هذه المواقع الاستراتيجية نتحدث عن القصر الجمهوري، عن بيت الضيافة، عن القيادة العامة، عن المطار، وجود هذه المناطق الحيوية في مناطق مهولة بالسكان هل يعد سيد صلاح أمرا طبيعيا ومقبولا في الداخل السوداني؟ لأنه من الواضح أنه يعد من عوامل ارتفاع فاتورة سقوط الضحايا المدنيين في هذه الأزمة. نعم، لذلك لهذه الظروف استخدم الجيش السوداني تكتيك مختلف تفاديا من وقوع عديد من الضحايا في ظل وجود قوات الدعم هذه وايضا هي نقطه دعني اشير الى نقطه وجود
قوات الدعم السري في هذه المنطقة، لأن كان قائد قوات الدعم السري يعمل بجهد كبير جدا في عملية تفكيك هيئة العمليات، فبالتالي تفكيك هيئة العمليات ساهم بجزء كبير أن تكون تلك المقار التي كانت هي إحدى مرتكزات هيئة العمليات أصبحت من خلال لجنة التمكين تسليمها إلى قوات الدعم السري. أيضا نقطة أخرى مهمة، الاشتباكات التي تدور داخل المطار وحول المطار هي أيضا تسببت فيها لجنة تفكيك النظام السابق، بينما قامت بتسليم حزب المؤتمر الوطني المنحل إلى قوات الدعم السري، وهو طبعا كما تعلم جيدا قربه اللصيق من مطار الخرطوم. هذه هي الأسباب التي جعلت لا زالت هنالك اشتباكات تدور في هذه المنطقة المكتظة بالكثافة السودانية، ولكن أنا أعتقد أنه المؤسسة العسكرية في السودان تمتلك من القدرة، تمتلك من الاستراتيجية، تمتلك من الرؤية، تمتلك من التفكير العميق في كيفية المحاربة أو كيفية الدخول في اشتباكات في هذه المناطق من أجل أن لا يكون هنالك ضرر كبير على المدنيين السودانيين. أحداث اليوم في السودان هل ستفرض واقعا جديدا على مسألة تعدد الجيوش والحركات المسلحة في العاصمة الخرطوم وبقية المدن الكبرى، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا كان من ضمن المطالب التي يطالب بها الشارع السوداني في السنوات الماضية؟ نعم، هي في الفكرة ليست هي مطالب الشارع السوداني، بل هي مطالب بعض القوى السياسية. نحن نشير لذلك، هنالك بعض القوى السياسية طالبت بوجود يعني الدعم السري، ولكن الفكرة بتاعت وجود الدعم السري في الخرطوم هي ليست كانت فكرة القوى السياسية الموجودة. لا، أنا كان قصدي أن مطالب الشارع السوداني حول ضرورة إخراج هذه المجموعات المسلحة خارج العاصمة والاكتفاء بالجيش السوداني فقط كمؤسسة شرعية في البلاد. نعم، هو كان هذا النهج متبع، انه وجود قوات الدعم السري خارج الخرطوم كان نهج متبع جدا، ولكن عندما انفجرت مظاهرات 2012 تطالب باسقاط نظام الاسلام السياسي في السودان، وقتها استخدم البشير قوات الدعم السري وسمح لها بالدخول في السودان او دخول في العاصمه، وانا اشرت في كتابات سابقه وايضا في لقاءات سابقه انه دخول القوات الدعم السري الى الخرطوم في 2013 ربما ترتكب مجزره في المستقبل، وهذا هو ما حدث. النقطه الاخرى كانت ايضا هنالك مخاوف من الرئيس البشير بان المؤسسه العسكريه فيها بعض القيادات اصبحت تفكر في عمليه مشروع اصلاحي ضد البشير، فلذلك البشير يعني فكره وجود قوات الدعم السري في الخرطوم كانت فكره ان يضع حدا للذين يحاولون التقول على السلطه او حتى عملية الذين كانوا يفكرون على الانقلاب في السلطة. هذه هي مجمل الأسباب التي دفعت نظام الإسلام السياسي السابق في الخرطوم أن يسمح لدخول قوات كبيرة جدا من الدعم السري الخرطوم، وأيضا ليس فقط السماح لها، أيضا سمح لها من خلال التصويت داخل البرلمان أن تجاس لها ميزانية ضخمة جدا جدا. فبالتالي إذا إحنا نتكلم عن ميليشيات كانت جزء من نظام الإسلام السياسي. أريد أيضا أن أضيف نقطة أخرى، رأيت كل الناس تتحدث عن عملية التحول الديمقراطي وعملية تسليم السلطة المدنية من طرفي الصراع. المكمن في ذلك عندما نتحدث عن الديمقراطية كما معلوم هي نظام سياسي، إذا الديمقراطية تريد وطن تطبق فيه هذه الأنظمة، إذا لم يكن هنالك وطن، إذا اعتقادي الشخصي فلا يمكن أن تكون هنالك عملية تحول ديمقراطي أو تسليم السلطة للمدنيين. إذا الوطن فوق كل شيء، فبالتالي الديمقراطية لا تطبق في الهواء او لا تطبق في البر يعني او في الجو يعني. فبالتالي المعادله السياسيه القادمه في السودان سوف تفرض سيناريوهات عديده، ربما كثيرين يصطدمون من ان المعادله السياسيه التي سوف تكون في بعد انتهاء الازمه الحاليه ربما تفرض واقع جديد مغاير لوجود قوى سياسيه، لان القوى السياسيه الموجوده حاليا هي ربما تسببت بنسبه كبيره
كبيرة عندما احتمت أو عندما يعني تخيل لها أن تقوم بدعم غائد قوات الدعم السريع أن يخش في مواجهة طيب. مع مؤسسة وضعت هذه النقطة أستاذ صلاح، اسمح لي فقط يعني تبقى دقيقة واحدة، أود أن أسألك عن زاوية أخرى في هذا الملف. يعني مدى القلق الذي تشعر به مصر وأنت متواجد في مصر حاليا ومدير مركز الأهرام الدراسات أو باحث في هذا المركز، ما مدى القلق الذي تشعر به مصر إذا ما يحدث في السودان، وفي أي اتجاه يمكن أن تتحرك مصر مستقبلا وفق ما المعطيات الحالية في السودان؟ تفضل باختصار لو سمحت، تبقى لنا دقيقة واحدة. القاهرة اتخذت موقفا إيجابيا من الأزمة بأنها هي لا تتدخل في الشأن السوداني، وأيضا هي لا ليس لديها أن تكون تدعم طرفا على الآخر. لذلك منذ بداية الأزمة القاهرة كانت قد دعت لجلسة طارئة للمندوبين الداعمين لجامعة الدول العربية لمناقشة الأزمة في السودان. القاهرة نعم تقف في موقف هادي لأنها لا تريد أن تتدخل في الأزمة الداخلية السودانية لأنه ربما يعقد المشهد أكثر، وأيضا هي طالبت العديد من الدول إنه هذا الأزمة في السودان أزمة شأن داخلي ويجب أن تتم في إطار في ظل الإطار الداخلي السوداني بعيدا عن المحاور الإقليمية أو الدولية. لذلك كانت هذه هي وجهة نظر القاهرة في الأزمة منذ بدايتها. شكرا لك من القاهرة، كنت معنا الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية صلاح خليل. تحياتي سيد صلاح. أعلنت الخارجية الصينية أنها أرسلت قوة مهمات للسودان وأجلت مجموعة من الموظفين والمواطنين بأمان إلى إحدى دول الجوار. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن بكين تتابع التطورات في السودان عن كثب وتؤيد جهود التهدئة ووقف إطلاق النار. هذا ورصدت كاميرا العربية مشاهد لحظة وصول مواطنين أردنيين ورعايا دول عربية إلى مطار ماركة في العاصمة الأردنية عمان. نوعا ما ممتازة، يعني الشباب ما شاء الله ما قصروا طوالي، وصلنا المطار على طول عملوا لنا الدخول وطلعنا على الطيارة والحمد لله أمورنا كانت تمام. احنا بالنسبة لنا كان القصف جنبنا يعني كويس، حتى شغلنا تضرر، صار في نهب، صار في سرقة، الشوارع الجثث يعني شفت بعينك جثث فعلا؟ شفت بعيني جثث بتقعد 3-4 أيام ما شالوها. أتمنى الخير لأخواننا في الخرطوم يعني، والوضع كارثي ومأساوي وفي نقص في المواد الغذائية والنقص في وسائل النقل والكهرباء. كان القصف من كل محل والضرب من كل محل، الواحد كان في محل مش آمن يعني بالمرة، طلع من البيوت صعبة، المشتريات المواد التموينية كلها الأشياء هاي صعبة كانت. وين أي أحياء كانت الجثث هذه؟ هذه كلها كانت جميعها في الخرطوم، تحديدا في شارع المطار، في شارع بيت ختم، في شارع الستين. هذه أبرز أسماء الشوارع التي كانت يوجد فيها أحداث ومعارك حقيقية. الرصاص كان يأتي من فوق رؤوسنا دائما، كنا كثيرا يعني لا نستطيع أن نرجع إلى بيوتنا، نضطر إلى أن نجلس عند آخرين. ونعيد التذكير مشاهدينا بالاتهامات المتبادلة بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميتي. فخلال لقائهما غير المباشر عبر العربية اتهم كل طرف الآخر ببدء الحرب وخرق الهدنة والهجوم على منازل السكان والبعثات الأجنبية. نتابع. البرهان وحميتي
جنرالان جنحا إلى الحرب بعد أن كان السودان قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق تاريخي. العربية جمعت البرهان وحميدتي على شاشتها في حوار غير مباشر بينهما في مقابلتين خاصتين. من بدأ الحرب؟ هجوم، احنا كنا موجودين في مغاراتنا وتم الهجوم علينا من قبل هذه المجموعات المتمردة. البرهان هو دخلنا في المعمعة هذه، احنا مندافع عن نحن الآمن، آمن دافع عن نفسنا. من يسيطر على العاصمة وما أبرز أماكن وجود قوات كل طرف؟ كل المطارات تحت سيطرة الجيش، ما عدا مطار الخرطوم في إشكالية ومطار نيالة في إشكالية. نعم هنالك وجود لمجموعات كثيرة جدا من هذه القوات وسط الأحياء السكنية. احنا بالنسبة للسيطرة بتاعتنا في الخرطوم احنا فقط نادر متبقي لهم المهندسين والراجمات. أين يوجد البرهان وحميدتي؟ أنا موجود في هيئة قيادة القوات المسلحة ولم أبارحها ولن أبارحها، هذه هي مهنتي وهذا شرفي، لن أخرج إلا محمولا على نعش. أنا متواجد داخل الخرطوم، البرهان موجود وينه؟ أنا قاعد في الشوارع، موجود مع أخواني في كل فج عميق، أنا موجود في كل التواجد القوات، أنا موجود. من خرق الهدنة؟ أي هدنة أعلنت؟ اصلا ما في هدنة حتى ابتدأت، لان القوات الطرف الاخر غير مسيطر عليها وهي منتشره في مناطق مختلفه من الاحياء السكنيه. الهدنة خرق، هو خرق 3 مرات مشاهده من المجتمع الدولي، 3 مرات خرق الهدنة، وانا عليك هدنة من طرف واحد رفضها. من اختار الحرب عوض السلام؟ هجوم، احنا كنا موجودين في مغاراتنا وتم الهجوم علينا من قبل هذه المجموعات المتمردة. طبعا نحن نقوم بالدفاع ولا نريد أن نخرج إلى خارج دائرة الدفاع. أنا بتفاوض بدون شروط، مش قاعد مع البرهان واتفق معي عشان بكرة يجي الساعة 10 الساعة 6 صباحا ضربنا حاضر معسكراتنا. من يستهدف المستشفيات والبعثات الأجنبية؟ مجموعات كبيرة من الدعم السريع أخرجت المواطنين من منازلهم ومتوقين في المنازل، أخرجت أخلت المستشفيات واحتلت المستشفيات. أنا ما موجودين في أي، موجودين في المدن، موجودين داخل المدن لكن ما موجودين في المستشفيات. كيف ستنتهي المعركة؟ أي جهة تبدأ الحرب بالتأكيد لن تعلم إلى أي مدى ستنتهي هذه الحرب. أنا أقول أن هذه الحرب ليس فيها كاسب. الفايز المعركة دي خسران، الفايز المعركة دي خسرانكم، أنا قدامي الانتصارات شايف الانتصارات. أصبحت مدينة الأبيض الآن آمنة سالمة هانئة مطمئنة. ندعو جميع المواطنين لفتح الأسواق ومزاولة أعمالهم من صباح الغد. أصبحت المدينة آمنة مطمئنة. طالبت منظمة الصحة العالمية بعدم استهداف المرافق الصحية والعاملين والمرضى في السودان بعدما وثقت المنظمة عدة هجمات مميتة استهدفت المؤسسات الصحية. ويعاني القطاع الطبي في السودان من أوضاع صعبة زادها النزاع الدائر حاليا سوءا. كما العادة في كل النزاعات والصراعات المدنيون هم الضحية الأكبر لها، وهذا وضع السودان اليوم. جثث ملقاة في الشوارع وما من جهة تتمكن من نقلها لمثواها الأخير، مع تضارب الإحصاءات حول عدد القتلى بين الجهات المحلية والدولية. فترات هدنة متقطعة لم توفر ممرات آمنة لتخفيف وطأة النزاع وتأثيرها على المواطن السوداني. مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة رصد مقتل 413 شخصاً وإصابة 3500 آخرين في الاشتباكات حتى 21 من أبريل الجاري. بحسب التقرير سجلت الخرطوم أعلى عدد من القتلى ب 132، تلتها ولاية شمال كردفان ب 95 قتيلاً، ثم ولاية شمال دارفور ب 61 قتيلاً في عدد مرشح للزيادة. المعوقات اللي نحن بنواجهها كهلال أحمر السودان بتواجهها كل المنظمات الإنسانية العاملة في السودان، اللي هي أبرزها عدم توفر المسارات الآمنة وما في ضمانات لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة. من جانبها أعلنت نقابة الأطباء أن 72% من المستشفيات القريبة من مناطق الاشتباك توقفت عن الخدمة من أصل 79 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات.
من المجموع الكلي للمستشفيات بقي 22 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي، لكنها تبقى مهددة بالإغلاق نتيجة نقص الكوادر والإمدادات الطبية وانقطاع الماء والكهرباء، كما أن عدة مناطق يكثر فيها الجرحى لا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليها. بيان نقابة الأطباء أضاف أن 4 مستشفيات في مدينة الأبيض تعرضت للقصف، ما يرفع العدد الكلي للمستشفيات التي قصفت إلى 13 مستشفى، يضاف إليها 19 مستشفى تعرضت للإخلاء القسري، كما تعرضت 6 مركبات إسعاف للاعتداء من قبل قوات عسكرية، بينما لم يتم السماح لعدد من سيارات الإسعاف بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعونات حسب ما قالت نقابة أطباء السودان. من جانبه طالب الهلال الأحمر بتحييد المنشآت الطبية عن العمليات القتالية لتجنب الانهيار الكامل للقطاع الصحي في السودان. حسن جوليد، العربية. الناس كل السكان هنا بتاع البحرية، يعني شبه كل السكان يعني بيشكوا من المشكلة بتاعة الموية. لكن احنا لنا 8 أيام بالليلة من بداية الأحداث لم يعني لا توجد عندنا ماء تماما ولا يوجد عندنا كهرباء. كنا في ظلام كده مش عادي. تغطية الحية للأحداث في السودان مستمرة، لكن نتوقف مع بعض الأخبار في ملفات أخرى. أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن اجتماع لوزراء الدفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا وإيران غدا الثلاثاء في موسكو، حيث سيتم تخصيص الاجتماع لإعادة بناء العلاقات بين تركيا وسوريا وبحث التطورات في الشمال السوري بحسب وكالة الأناضول. هذا واستضافت روسيا اجتماعا لوزيري الدفاع السوري والتركي في ديسمبر من العام الماضي لتشمل إيران التي أيدت التقارب بين الأطراف الثلاثة. يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة مفتوحة على المستوى الوزاري يترأسها وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف الذي تترأس بلاده المجلس للشهر الحالي، وستشهد الجلسة مناقشة تعددية فعالة عبر الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما يترأس لافروف أيضا جلسة مناقشات حول الشرق الأوسط غدا. وكان وزير الخارجية الروسي أشار إلى أن الحقيقة التي ستطرحها بلاده من منبر مجلس الأمن ستكون أكثر أهمية من المعلومات الغربية المزعومة ضد موسكو على حد قوله. أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم أن قوات أسطول البحر الأسود الروسي دمرت مسيرة مائية واحدة في محيط مدينة سيفاستوبول وانفجرت أخرى من تلقاء نفسها، مشيرا إلى عدم وقوع أي أضرار. تجدر الإشارة مشاهدين إلى أن سيفاستوبول هي القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، وفي الأشهر الأخيرة جرت عدة محاولات لمهاجمتها بمسيرات جوية ومائية. يتوجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى واشنطن في زيارة تستغرق 6 أيام، حيث يعزز الحلفاء التعاون العسكري بشأن برنامج الأسلحة النووية الموسع لكوريا الشمالية. كما سيبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وأيضا مناقشة التطورات الحاصلة بخصوص كوريا الشمالية والحرب على أوكرانيا. كشفت مراجعة عسكرية أن الحكومة الأسترالية تحتاج لإنفاق المزيد من الأموال على الدفاع في الوقت الذي يشكل الوجود العسكري الصيني تحديا للأمن الإقليمي.
المراجعة أوصت أيضا بزيادة الإنفاق على تصنيع الذخائر وتطوير قدرة قوات الدفاع الأسترالية على ضرب أهداف بعيدة المدى. بدوره صرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن حكومته قامت بإجراء المراجعة لتقييم ما إذا كانت أستراليا تمتلك القدرات الدفاعية الضرورية وسط البيئة الاستراتيجية الحالية. والآن مشاهدينا نعود إلى استكمال تغطية أحداث السودان مع الزميلة نادين خماش. متابعة طيبة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.